في فرق بينهم. المعادلة كان فيها علامة يساوي، كان بيقول لي كده المعادلة، كان بيقول مثلا 2x بتساوي 10، بتساوي 10. كنا بنعرف ان الاكس بخمسة ساعتها، صح؟ لما كان بيقول لي الاكس زائد 3 بتساوي 7، كنا بنوديها بعكس الإشارة، عكس 3 سالب 3، ونطرح يعني الإكس هتساوي 7 ناقص 3 4. دي كلها اسمها إيه؟ معادلات. اسمها إيه؟ معادلة. سميناها معادلة ليه؟ عشان بتحتوي على علامة يساوي، بنعدل بين كفتين ميزان. أما إيه هي بقى المتباينة اللي إحنا هناخدها النهاردة؟ المتباينة لا تحتوي على علامة يساوي، أما بتحتوي على علامة إيه؟ أكبر أو أصغر، أو أكبر من أو يساوي، أو أصغر من أو يساوي. زي لما أقول لك إيه يا عبد الله؟ زي لما أقول لك الإكس أكبر من التلاتة، كده أنت تعرف إنك هتاخد الأعداد اللي أكبر من التلاتة، مش كده؟ الإكس علامة الأكبر في وشها ناحيتها، يبقى الإكس أكبر من مين؟ من التلاتة، يبقى كده الإكس أكبر من التلاتة. يعني إيه يا مستر الإكس أكبر من التلاتة؟ هي إيه الأرقام اللي أكبر من التلاتة يا عبد الله؟ الأربعة والخمسة والستة أيوة، والسبعة. الأربعة، الخمس، الست، السبعة، أرقام كتير جدا. هل هينتهوا؟ مش هينتهوا، ده أرقام كتير جدا. طيب لو قلت لك يا محمد الاكس اصغر من السالب 2، هيا يا محمد مين الارقام اللي اصغر من السالب 2؟ الاكس اصغر من، طبعا علامة الاكبر مش ناحيتها، علامة الاكبر ناحية السالب 2، يبقى معناه كده ان الاكس اصغر، اصغر من مين؟ من السالب 2. هي ايه الارقام اللي اصغر من السالب 2 يا محمد؟ يلا محمد حمادة، ايه الارقام اللي اصغر من، الواحد لا الواحد اصغر من السالب 2، ده الواحد اكبر بكتير. مش سالب اتنين الأصغر منه، مش سالب اتنين اللي هو سالب واحد، ده السالب واحد اكبر لا الاعداد السالبة. سالب تلات ايوه سالب 3، وايه تاني؟ وسالب أربعة وسالب خمسة وسالب ستة وسالب سبعة. هل هينتهوا يا محمد؟ لا يبقى من سالب 3 إلى سالب ما لا نهاية مش هينتهوا. يبقى فهمنا حاجتين يا مس، إيه الفرق يا يارا بين المعادلة والمتباينة؟ ها يا يارا، دي تفتكر فيها بسيط كده، إيه أكبر الفرق بين وأصغر المعادلة؟ من، أيوه دي بيكون فيها العلامة بين يساوي. دي بنسميها أكبر من أو يساوي. يعني ايه كلمة أكبر من أو يساوي؟ عارفين يا شباب زي ما أقول لكم كده، مثلا أنا الإكس أكبر من أو تساوي الاتنين، يعني أنا يا مس هاخد اللي أكبر من الاتنين واللي بتساوي الاتنين. يعني أنت هتاخد يا مس الاتنين نفسها، ما هنا أو تساويها، ما هنا معناها إن الإكس بتساوي الاتنين وأكبر من الاتنين في نفس الوقت، حاجتين. طب الإكس أكبر بتساوي الاتنين يبقى هاخد الاتنين، طب والاكس اكبر من الاثنين يبقى اخد الثلاثة والاربعة والخمس وهكذا. يبقى العلامة دي معناها اكبر من او تساوي، يعني انا هاخد الرقم نفسه واخد الاكبر منه، لكن العلامة دي معناها اكبر بس، فانا هاخد الاكبر بس مش هاخد الثلاثة نفسها عشان ما حطليش يساوي. فهمنا يا عبد الله؟ فهمنا يا حبيبة الفرق بينهم؟ تمام يا تيشر، فهمت. ماشي يا مروه. يبقى تلخيص كده، حد يقدر يلخص لي الكلام اللي انا قلته؟ تقدري يا حبيبه تقولي لي اللي انا قلته؟ اتفضلي يا حبيبه كده، فهميني ايه الفرق ما بينهم. المعادلة بتحتوي على علامة تساوي، تمام. والمتبانية المتباينه بتحتوي على أكبر من وأصغر من، او اكبر مني ويساوي او اصغر مني.
أو يساوي. طيب تعالوا يا شباب كده نشوف مثلا، لو قال لي سؤال، ايه السؤال بيجي ازاي يا مس؟ يقول لك كده هات مثلا، مثل حلول المتباينة على خط الأعداد، مثل على خط الأعداد. شفتوا خط الأعداد ده قبل كده؟ اه خدناه في الوحدة التانية في الأعداد الصحيحة، صح؟ قايلك مثل على خط الأعداد الإكس أصغر من الاتنين. طب الإكس أصغر من الاتنين يا مس، يبقى أنا هاخد الأعداد اللي أصغر من الاتنين. طيب الأول أرسم خط الأعداد أهو، الإكس أصغر من الاتنين، إيه هي الأعداد اللي أصغر من الاتنين؟ الواحد، الصفر، السالب واحد، السالب اتنين، وهكذا. أنا كاتبة كده السالب غلط صح؟ لأ غلط. السالب يا شباب بنكتبه قدام الرقم وليس قدامه من هنا، يعني احنا بنكتب شمال، فما ينفعش انت تحطي لي السالب بالشكل ده. يبقى احنا نخلي بالنا من حاجات بسيطة ممكن تغلط، السالب ثلاثة وهكذا. طب امثلهم ازاي على خط الاعداد؟ اول حاجة بيجي في النص كده هنا الزيرو، في النص هنا مين؟ الصفر. وبعديه هنا الناحية اليمين، ناحية ايدك اليمين اللي انت بتاكل بيها، في الاعداد الموجبة اللي هي الواحد، الاتنين، التلاتة، الاربعة، طبعا ما بيخلصوش ده في ارقام كتير. وناحية ايدك الشمال هناخد الاعداد السالبة اللي هي السالب واحد، السالب اتنين، السالب تلاتة، وطبعا برضو ما بيخلصوش. فاحنا عايزين نمثلهم، نمثلهم ازاي يا مس؟ ببساطة، مش احنا هناخد الأعداد قلنا اللي أصغر من الاتنين اللي هي الواحد والزيرو؟ اه، فهاجي عند الواحد وأعمل كده، هاجي عند سالب واحد وأعمل نقطة كده، هاجي عند الصفر وهكذا، عند سالب اتنين وهكذا، عند سالب تلاتة وهكذا. خلصت يا مس الإجابة؟ اه كده خلص، يبقى إجابتي كده خلصت. أول حاجة كتبتها له مين هي الأعداد اللي أصغر من الاتنين. طب لو قال لك إكس أصغر من أو تساوي الاتنين، هي دي هتفرق عندي في ايه؟ مين يعرف؟ ها مين يعرف؟ اكس اصغر من الاتنين واكس اصغر من او تساوي الاتنين، هتفرق عنها بايه؟ حد يعرف؟ ها يا شباب، انا لسه قايلها من شويه، مش احنا قلنا اكس اصغر من الاتنين، خدنا الاعداد اللي اصغر من الاتنين. طب او تساوي بقى الاتنين، ها هيا يا يارا معرفتيهاش؟ مروان فين الناس الشاطرة؟ محمد ها يا شباب، طيب اولا الفرق ما بينهم ان الاكس اصغر من الاتنين يعني، او تساويها يعني، انا هاخد الاتنين نفسها يا مس واخد اللي اصغر منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يبقى انا هاخد اللي اصغر من الاثنين واللي بتساوي الاثنين. مين اللي اصغر من الاثنين؟ الواحد والصفر نفس الارقام اللي احنا قلناها، بس او يساويها معنى او يساوي يعني انا هاخد الاثنين نفسها. فهمتوا الفرق بين دي ودي؟ هنا ما خدتش الاثنين، فوق ما خدتش الاثنين، لكن تحت انا خدت الاثنين، يبقى هو ده الفرق. علامة او يساوي دي خلتني اخدها. مين مش فاهم الجزئية دي يا شباب؟ الناس صاحية عمالة تتاوب، صاحيين ليه كده يا شباب زهقانين كده؟ يلا بقى صاحيين بدري. اه يا محمد، محمد احنا النهارده بناخد ايه يا محمد مجدي؟ صباح الخير الأول. بناخد المتباين. ايه هي المتباينات يا محمد؟ اللي هي علامة أكبر أو أصغر، أو أكبر من أو يساوي، أو أصغر من أو يساوي. دي المتباينة اسمها الإيه؟ المتباينة. يعني ايه الفرق ما بين اكبر واكبر إيه منه الفرق بين واصغر اصغر؟ المتباينة والمعادلة؟ المعادلة اللي إحنا خدناها المرة اللي فاتت كانت بتحتوي بس على علامة إيه؟ يساوي. تمام؟ ايه تمام. الفرق بقى بين اكبر الاكس اصغر؟ الاكس هنا اصغر، وش اللي اكبر دي ناحية الاتنين،
يبقى الاكس هنا ايه؟ ثانية اصغر. واحدة. الاكس هنا اصغر من الاتنين. طب ناخد الاعداد اللي اصغر من الاتنين، الواحد والصفر والسالب واحد والسالب اتنين والسالب تلاتة وهكذا. لكن الاكس اصغر هنا، معناها الاكس اصغر من او تساوي الاتنين. يعني انا ممكن اخد الاتنين واللي اصغر منها، يبقى او تساوي دي معناها انك بتاخد الرقم نفسه. يعني انا بقول لك كده، اكس اكبر من او تساوي الواحد. يعني ايه اكس اكبر من او تساوي الواحد؟ ها مين يعرف يا شباب؟ يعني ايه اكس اكبر من او تساوي الواحد؟ مش فاهم. يعني احنا نجيب ال بس، وانا حتى الان عدد ما ال فهمتش غير ان العلامة يبقى عدد تحتها سالب او لا. نجيب انا ما الاعداد قلتش الكبيرة سالب خالص، للواحد، نجيب انا بقول الاعداد اللي هي وش ناحية فين؟ للواحد. وشها ناحية مين؟ ناحية هنا الإكس، بس العلامة وشها ناحية الإكس، يبقى الإكس دي هي الأرقام اللي أكبر من الواحد. يبقى مش طيب، الإكس دي أكبر ايوه ولا أصغر؟ أنتوا مش عارفين وش العلامة يا جماعة، كنا زمان اكبر. بنرسمه بق التمساح. طيب ماشي، ما طب دي انا الإكس عارفها. بق السمكة ولا بق التمساح؟ الإكس ماشي، ما دي أكبر من عارفها. الإكس. مين الأرقام اللي أكبر من الواحد؟ الاثنين يعني الثلاثة والثلاثة والأربعة ولا الأربعة بلاش هاي؟ الخمسة، ما بتخلصش. بس في علامة ستة يساوي هنا أو وسبعة يساوي وثمانية. تحتيها، معناه بيقول لك إن خد الواحد معاك بس. اها تمام. لكن لو كان قال الإكس أكبر من الواحد ومحطش يساوي، ما كناش هناخد الواحد، كنا هناخد الأكبر بس، الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة وهكذا. يبقى يعني احنا علامة بنحدد يساوي دي المسألة من بتحدد اليسار لك تاخد لتحت. الرقم ده ولا لا. بس تقول ايه يا تمام، انا محمد؟ فهمتها، انا تقول ايه يا فهمتها. عبد الله؟ ممكن بس شوف الرسالة على صوت عندك بيقطع يا الشات، عبد الله، مش سامع اي حاجة. وعندي انا كمان. انا فهمت حضرتك بس الرسالة اللي انا بعتها لك. مفيش حاجة جت. ثواني اه والله يا ابني في رسالة جت. روح يا محمد، روح يا عبد الله، اتفضل. اي شباب تاني؟ صوتي بيقطع عندكم ولا بتقولوا ايه؟ لا، امس الصوت واضح الحمد لله. طيب زي الفل. تاني يا شباب، هقول واحدة تانية. لما أقول الإكس أصغر بقى المرة دي من الاتنين، أو الإكس أصغر من الاتنين أو تساويها، ها يلا يا يارا. لما أقول الإكس أصغر من الاتنين، يبقى معناها هاخد مين؟ مين الأعداد اللي أصغر من الاتنين؟ هنا معناها بنقول الإكس أصغر من الاتنين. إيه الأعداد اللي أصغر من الاتنين؟ الاكس الواحد والصفر السالب واحد، كل دي السالب أكبر من اثنين الاتنين السالب ثلاثة السالب اربعة وكده. وهكذا. يا يارا انتي سامعيني حبيبتي؟ في ايه الناس النهارده يرى مش طيب؟ موجودة اساسا. لا والله موجودة عندي. انا تمام مروان اصلا اللي بتكلم. مروانة اللي بتكلم مروان حرف. شوف يارا غريب موجودة اهي، موجودة. والله. انا بكلمك، رحت فين؟ شغلي المايك يا والله العظيم ما فيها حيلة، نادي لحد وحد الشروط. انا عيانة جدا وجايبة اخر يعني، الحمد لله. ألف سلامة على حضرتك يا مس. الله يسلمك يا محمد. الاكس اصغر من او تساوي الاتنين، معناها ايه يا مس؟ الاكس اصغر من او في نفس الوقت او تساوي الاتنين، معناه ان انا هاخد الاتنين نفسها واخد اللي اصغر منها. مين اللي اصغر منها؟ الواحد والصفر والسالب واحد والسالب اتنين وهكذا. الكلام ده صعب يا شباب، مين مش فاهمه؟ طيب بمثله على خط الاعداد ازاي؟ ادي خط الاعداد اهو، يا سلام، خط الاعداد مفيش اسهل منه.
الأرقام كل الحكاية إن أنا هكتب الأرقام وأعلم عليها بس. هذه الصفر وهنا الأرقام الموجبة 1 2 3 4، وهنا الأرقام السالبة سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. طبعا احنا عارفين الأرقام هنا مش بتخلص ولا بتخلص ولا من هنا. انا كان حلم حياتي وانا صغير اعرف ايه نهاية الارقام. طيب اعرف لنا النهاية كده وتبقى انت المكتشف. اعرفك اللا نهاية اصلا كده رقم، يعني في رقم اسمه لا نهائي وهو فعلا لا نهائي. على كمل الاستاذ اللي انا سألته السؤال. تمام. اللانهائي ده رقم؟ مين قال لك ان اللانهائي رقم؟ اللانهائي ده يعني حاجة لا نهائية، يعني ما فيش رقم ايوه اصلا. اي نو، بس يعني شفت على حاجة اليوتيوب لا بداية اللي ولا هو نهاية. بيجيب لي الارقام يعني البعيده اللي ما حدش عارفها، فلقيت رقم اسمه انفينيتي، وانفينيتي يعني لا نهائي. أي ما هي معنى لا نهائي يعني إيه بقى؟ يعني ما فيش نهاية للأرقام. بس ايوه انا قلت الواحد ابقى بكلمك والصفر بعد اليوم الدراسي. والسالب 1 والسالب 2 والسالب 3 والسالب 4. بس أنا بعلم كده عليهم. هنا بقى تحت هعلم من أول الاتنين. الاتنين الواحد الصفر السالب 1 السالب 2 وهكذا. في مشكلة في الكلام ده يا شباب؟ بس نفتح الكاميرا او لا؟ اه نفتحها طبعا، عمال اقول من الصبح نفتحها. لا لسه ده. ما شاء الله عبد الله. طيب قفلها عشان ذهب الى مكان ما. قفلتها ليه يا مروان؟ قفلتها ليه يا محمد؟ انا ما فتحتهاش، انا محمد قفلتها فتحها. اصلا. ما نقفلش يا شباب الكاميرا. ايوه بقى الالتزام بقى وسمعان الكلام. حضر لك الخير يا ابني، مريحني. طيب تعالوا كده بقى نشوف الأسئلة إزاي هتبدأ يسألني عليها. هنجيب الكتاب، هطلع حالا بس صفحة